بنين يعطيكم الصحة والله سي بيان. البسكوي او بوغ انا كي مطران هو كشك شو طالع جبت له بسكوي قلت بكشي هاي ريتك هاي لبرشا يعطيك الصحة. يلا نمشي واللحظات الحقيقة مش نعدي يعني خلينا نكملوا 7-8 دقائق نبعدوا على المواضيع الجدية ونمشي والأمور غير جدية. لحظات الحقيقة لحظات الحقيقة بلال وي هل سبق انك عملت في بروفيل فيسبوك باش تسب ولا تعمل كومنتير خايب ولا تسقسي على عبد ولا معناتها في بروفيل في اي بلاصه؟ وي اخي سب طول لحظه 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 جد وي وي اي قال وي بالحق اي احكي لنا اوكي والله جات تويتات وقتها انا واصدقاء عملت في بروفيل باش تدخل باش تدخل تتفرج مثلا في التيك توك نرمي تفرطش تحت لا لا نرمي تطلع لك في البروفيل نتاعك امي معايا اما باش تبدا مثلا عندك شي حاجه باش تشوف هكا من بعيد لبعيد مش باش سبيت شكون من الاعلام بالبروفيل نتاعك؟ لا 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 سبوا ديريكت تحطوا قدامي ونسب انا باسمي ما كيكا ما يخلقنيش ما عنديش مشكله مع حتى حد اللي عندي مشكله مع سبوا في وجهه بارك الله عليك يحبوا يرجع لي سبوا في وجهه واضح ايه زوج جميل وخائن ولا على قد ووفي؟ الحقيقة جميل ثري يقصد على قد جميل وخائن الجمال نحكي ثري جميل معناها بار ظفر العابدين ديجا معرس فهمت ولا زوز اخرين حموية مترا متى ايزي بيلي الحموية متى تشمش قلت ابار ظفر العابدين ما فما حد بقول اي اي ما فماش جميل ما فماش جميل دونك على قد ووفي على قد على قد يبدا على قد ونبدا انا مزيانة يزي انت الله. عندك ثقه في روحك نبدا انا مزيانه وهو هكا بحثيه مصرار ونكملوا بعضنا فيزيكمون محترم وانا مزيانه دونك سافا ميرسي ميرسي فهمت سفيان وفي وفي لو مرتك قتلك ابعد على وليد الزين تسمع كلامها؟ اولا مرتي ارقى واسمى و واعلى من انها تقول لي كلام كما هذا لانه بدا شكون وليد الزين برو غاسمة مرتي عمرها ما تدخل قرب الويكاند وطمع في فطور ما عند المريع ودي ظهر لي تبعي ما خير وتقول لك والله باش نعطيك مدام مدام والله نحبك برشا حاجتين يا ما طمع في فطور ولا انت طالبه منه برشا مصروف وباش يطيح لك ستيل حابه 400 باش يقول لك عندي كم 200 هذه تونس مش صفير اي كمل جاوبني لا ما وانت باش تبعد على وليد استنى مرتك تقول لك صحيت والله ديجا بعيد عليه ديجا معناتها هو مقيد في ليست نوار فوالا بلال تمن بالصداقه بعد الزواج لو مرتك عندها اميان تيم لا. تقبل؟ لا لا شنو لا؟ شنو لا؟ لا علاش لا ما عندكش ثقه في مرتك؟ لا لحظة مسلمين رانا لحظة لحظة قلت لك ما عندكش ثقة في مرتي قلت لي ما عندي ثقة في حد لا في روحي انا ما عندي ثقة في روحي في مرتي في الناس الكل لا لا بيست فراند شنو هذي خطير كلامك الحقيقة 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 علاش خطير؟ يدي كان خديت راجل وخليك دوري بيست فراند لا 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 مش على البيست فراند انا ما عندي ثقة في روحي وفي مرتي في هذايا كلام خطير برشا كلام خطير انا ادعوك انت تراجع على الكلام اللي قلته توا اي هي لو عمرتي مرتي تخو راجل عنده صديقته انتيم لا هيك هاو ملك باش نسكتها راهو امبروفيزيتو السؤال باش نسكتها ياسر ياسر هي عمل فيتي بطل نحب نرجعو الخبره اللي هنا انك يقول لك تقول له اي لا 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 انا صريحه انا صريحه انا جوست نحب ناخذ حق سي ماتران ونعمل لك كيما قعدت تعمل ماتران لو في الجريده يطلبوا منك باش تكتب مقال تشكر فيه تيك توكوز ريسك بالسيف هل ترفض انك تكتب عليها حتى لو فيها عقوبه ولا تكتب عادي؟ ارفض تماما اذا انا مش مقتنع بحاجه ما نعملهاش ميزابيغ 15 نيو ولكن تكتب احيانا مقالات مجامله عادي تصير باختيارك تصير باختياري انا بقناعتي انا قناعتي انا ساعات نشوف تعليق يقولوا لي يا سي ماتران انت تنظر علينا كيما صار واحد خاصه وقت لاي حكايات على الفطور مع خليل وشنو هي تفدلك اي راهو المعلومات أمانة أنا رأي خاصة ينجم يكون ولدي أراءه حاجة أخرى أنا ما نفرضش عليه
أما هذيك رأي أما ما فدكش راف ترنا برأي اي حاول بش مش في كل موضوع تتدخل يا رحمة يتك رك تعبني رك تشرب في الملاشطات ولا شبيك ريتها اي وليد صغير قاعد ركح فيه اسكت على راك سفيان ايوه شو على خير تفيق بصاحبك صديقك تاجر مخدرات ويبيع فيها في قهوتك تسكت عليه ولا تبلغ عليه الحاكم بلغ عليه تو بالحق باشرة بصي مع بعض ولا ما نعرف تنجم تمشي تنبع عليه تقول له ديجاج ليه مدام وصول دخل للقهوة ما قدرنيش وما احترمنيش ويحب يبصيني هذا نيته خايبة مدام نيته خايبة يلزم ياخذ عقابه مباشرة ربي فضلك اللي نيته طيبة مجنيش المحلي أنت على مبدأ مطران خويا نقولوا واقفة بيك الدنيا وما لقيتش فلوس ايه ويعطيوك زوز احتمالات باش تضمن مستقبلك ايوه الرشوة ولا مقالات القفة شنو تختار حاجة منهم جاوب بلي جاوب ربي ما عندكش حل بلي لسكت ما عندكش حل جاوب حتى يكون مش يجاوب ربي يهرب كي تكلم بالعكس نراو فيه يركح تفادلكوا نحن نفادلكوا بعدين نتولي لي مشكلة شنو نفادلكوا أنا نفادلكوا رانا نفادلكوا والله يا نوفل خذ شوية رشوة الرشوة لا يا نوفل الرشوة لا لقاك هواية صح الرشوة لا الرشوة لا جاوب واضح قفة الرشوة لا صحة جاوب واضح قفة القفة يورط يا آية تتكلم لحظة لحظة خذ اختار فهمناها قفة بلال لو كان عندك دو شوا بين خدمة وخدمة تختار واحدة منهم اللي يعطي أكثر نمشي له سارق ولا بائع مخدرات اه ما عندك شوا شوف جاوب بعد جاوب انا مش شوف شي جاوب مش شوف انا مش نعطيك انا نعطيك مش طورة الناس وبعدين انت تقعد شوف شوف شنو شوفوا انا سارق ولا بائع مخدرات بائع مخدرات سارق سارق تسرق حاجة الناس وبائع مخدرات شنو تجارة أما تدمر تدمر مجتمع أما تدمر العبيد العبيد لا ما يسرقش العبيد أما تدقدقه تدقدقه رد بالك تمشي حتى قاعد سفيان نشكي بيك لا يلقى الدورية ديجا سفيان أيوة قديش تحكم على جمال بلال من واحد لعشرة ديس سير ديس ميرسي بوكو ميرسي بوكو ارسي سفيان خير من ظافر العابدين شوف فيه مزيان والله هو حر يرى فيه مزيان ايه خرت في عين صاحب سفيان وقتاش بدل لوناتك لا والله بالنسبة لي فما فما حاجات تربط الكل مع بعضها صحيح انا تو صحيح غير الداخلي والخارجي ولا كيف بالداخلي والخارجي جاوبني بصراحة هل تقبل ترتبط براجل اكبر منك 15 20 سنة يس وي اما يبدا عنده لا بلي اسكت اش بك قلتها بتلقائيه ما خممتش يعني خاطر حاجه عاديه عندي انا 15 شويه 20 سنه قلها حتى 20 شويه شنو شويه هي بيان سور شويه اكثر تحب ولا اقل لا نحب اكثر 30 40 فوق ال 20 بنته راه تولي شنو اكبر منها ب 20 سنه بنته يعني عمر 27 30 سنه قبلوا بزواج في السبعين وفي الثمانين ودي حتى كان يخرج عم جريتين ما ترى ما الثرثره برشا سفيان في البلاتو حرمتني من بوكو دو مومون انا هذا سؤال ايه وبعده سؤال وسؤال في بالي باش نشد اثنين بالقعده في قهوه اللي عملوا لي فين نضعت ارجع هاي سالفه ارجع عاود قول له اسكت خل نشوفوها هي تسلسل اش بيك قلتها بتلقائيه ما خممتش بالكو معناتها على الاقل اكبر مني ب 20 سنه من المفروض تخمم ايه ممكن قبل عندك صديقتك عاشت نفس الحكايه ولا حاجه لا يعني حسيتك صار لك معيشه للحكايه صديقتك انت حاجه اي معناها تحيي البابا اي مع عرب نحكي شو نقول معناها 15 سنه 17 سنه صارت وجتني بروبوزيسيون ودرت شنو ما قلتش ليه معناها فما حاجات اخرى كانت مشكله كانت مشكله في الـ في الـ انه باش تصير حليقه جديه وعرس وكل ولكن مش العمر معناتها كنت باش ترتبط بواحد اكبر منك ب 17 سنه اي وما كانش العمر هو العائق معناها كنا
كيف كيف خمون كيف كيف نخرجوا كيف كيف نلبسوا كيف كيف نحكيوا في نفس السوجي ما كناش نحسوا انه العمر لا هو يحسني صغيره برشا انا نحسه كبير بالعكس معني حتى تفدلك نتاعنا والضحك نتاعنا كيف كيف فما كيف فما 40 سنه اي صلي على النبي وعندي صاحبتي كيف كيف تو متزوجه ومتهنيه وجايبه صغار وصبا وجوابي دونك ما شوف انا لاموغ لا بداش باش خلينا نكمل بلال لو كان انت اكبر منه تقبل ولا ترفض لا نرفض ما نجمش نكون انا الكبيره في العلاقه في العرس وهو اصغر مني برشا امبوسيبل انا شوف نوفل ديما نحس مخي كبير ديما نحس روحي اللي انا طفله فما شكون لازم يكون سند ويحميني واقوى مني واكبر مني دونك انا نحب انه فما شكون اكبر مني في العلاقه اصغر مني امبوسيبل واضح دونك هذا الموضوع تو نحكيوا فيه ان شاء الله في حلقات قادمه